أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في بصمة اليوم. بصمة اليوم عن النصف الحلو من المجتمع، وإن كان الموضوع ليس عن الجانب الحلو، للأسف عن الجانب المظلم. الجمعية العامة للأمم المتحدة عرفت العنف ضد النساء بأنه أي اعتداء ضد المرأة قد يحدث إيذاء جسدي أو ألم أو نفسي، وبيشمل أيضا مجرد التهديد بيعتبر عنف ضد المرأة. حتى الحرمان من الحرية بيعتبر ده عنف ضد المرأة. وبمقتضى القرار الأممي تم تقرير يوم 25 نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. نتمنى أن يحدث هذا القضاء على العنف ضد المرأة، ولأن الموضوع موضوع خاص بالمرأة فيشرفني جدا أن تكون ضيفتنا اليوم وصاحبة بصمة اليوم امرأة لها باع طويل في المجتمع، سيدة أعمال وسيدة مجتمع وناشطة حقوقية وناشطة سياسية ورئيسة تحرير جريدة الانتشار العربي. معي ومعكم ضيفة اليوم السيدة فاطمة بخيت. اهلا ومرحبا بك سيدتي، شرفنا اليوم ان تكون حضرتك صاحبة البصمة اليوم ونتكلم عن العنف ضد المرأة. شكرا كثير لاستضافتي في هذا البرنامج الجميل الشيق الذي تابعه اغلب ابناء الجالية ونساء الجالية في جنوب كاليفورنيا. اتمنى انت متأكدة ان النساء بيتابعوه؟ ونتمنى ان تكون لنا بصمة تفيد النساء وسيدات المجتمع في جميع أنحاء العالم. نتمنى ذلك بإذن الله. شكرا كثير سيدتي. العنف ضد المرأة تاريخيا، لو خدنا تاريخيا، ممتد على مدى التاريخ وليس حديثا، توافقيني هذا الرأي؟ أكيد أوافقك هذا الرأي 100%. كون المرأة معنفة ومضطهدة منذ فجر التاريخ. فكانت المرأة تغتصب وكانت تسبى في الحروب وتباع في سوق النخاسة بالضبط. فإذا بدنا ندخل في موضوع ووأد البنات، بفكرك أنا بس يا مظبوط لسه ما أنت ما عطتنيش لسه مجال أحكي. هي كانت توأد وكانت تغتصب وكانت تغتل جنسيا. أيوة فهمت. يا فيعني تاريخيا طبعا بأيدك انه كان في اضطهاد كامل لحقوق المراه وحاضرا كمان، مش بس ما ده الصحيح. يعني امتد الزمن وامتدت الحياه والناس ابتدت تتحضر جيل بعد جيل، ولكن ما رغم التحضر ورغم وصولهم للقمر والفضاء ما زلنا نعاني من اضطهاد المراه، تعنيف المراه. ده على المستوى التاريخي. لو جينا على المستوى الجغرافي يا فندم، هنلاقي عنه على امتداد المسكونة بالكامل برضه العنف ضد المرأة واخد راحته قوي على كل الخريطة. لو جبناها من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، هنلاقي ان العنف موجود في كل مكان تقريبا. وان كان ودي حطيها بين قوسين، ايوه، شرقنا الاوسط التعيس بينال حظ الاسد في هذه الظاهرة. توافقيني؟ ما رأيك؟ وما أكيد سبب ذلك؟ أكيد في عدة أسباب. لأنه مجتمعنا الشرقي أنه أكثر من المجتمع الغربي في تعنيف المرأة، والأسباب تعود إلى أول إشي بنقدر نقول وسائل الإعلام الشرقية اللي بتصور دائما المرأة في صورة المرأة المعنفة، المرأة اللي بتنضرب كل يوم، اللي بتاكل قتلة كل يوم. بنشاهد انه الزوج بيرجع على البيت، اذا كان البيت مش مرتب بتاكل قتلة المرأة. لازم هي تكون مسؤولة عن كل شيء موجود في البيت، تنظيف البيت، الاطفال، الاولاد، الاكل، رعاية اطفالها، رعاية اهل زوجها، وبرغم من هيك تعنف. فانا اوافقك انه واحد من الاسباب هاي اللي بيؤدي الى انه المرأة تكون معنفة. شغلة تانية من ضمن الاسباب الاخرى التلفزيونات، المسلسلات اللي كبرنا وربينا عليها،
فإذا بتشاهد أنه دائما فيها عنف، فيها عنف من أول ما تشوف الفيلم بتلاقي أنه المرأة تعنف في هذا الفيلم أو المسلسل أو فالإنسان لما بيكبر في مجتمعنا الشرقي تترسخ في ذهنه المرأة الضعيفة، المرأة المضروبة، المرأة المهانة، المرأة اللي تسب، اللي تعنف. فعشان هيك فيزداد هذا من فترة لفترة بذهن الإنسان، بذهن الشباب لما بيكبر بيكونوا أطفال وبيشوفوا أنه التلفزيون بنقل صورة المرأة، فهذه هي صورة المرأة اللي بتتكون في ذهن البني آدم أو الإنسان أو الرجل الشرقي عن المرأة. يا ألا تعتبر أن دي مأساة؟ بمأساة بمعنى كلمة مأساة، لأن المفروض القائمين على الفن أو القائمين على الإعلام المفروض أن هم من ناس من صفة المجتمع وناس مثقفين، يعني اللي بيتعامل مع الفن ومع الإعلام ده المفروض يكون متحضر ومثقف. فلما يبقوا هم بيرتكبوا، أنا بعتبرها جريمة، لأن فعلا معظم المسلسلات والدراما في تلفزيوناتنا بتعتمد على أن هم دايما المرأة في صورة المفعول به، دايما المضروبة والمهانة والآخر. إلى متى هذا التخلف وما سر هذا التخلف؟ هل بدون شك مش متعمد ومش مقصود؟ يعني أنا ما افتكرش ان في مخرج ما او كاتب سيناريو ما بيتعمد انه يرسم شخصيه امراه بالشكل ده، ينقل الواقع. هو مش متعمد، هو بنقل واقع. طب ما هو يعني الواقع، احنا ما نقدرش نقول 100% كل بيت فيه تعنيف وكل بيت فيه اهانه وكل بيت، لا، بس في نسبه كبيره ونسبه عاليه كتير من اهانه المراه. كويس. طيب. هذا ما يعني بيخلينا مختلفين قليلا عن الغرب. كويس. انه بعدين تنساش الاسباب، عندك قله التوعيه، ما فيش قانون صارم، ما فيش قانون صارم، غياب القانون ده. أيوة. مهم جدا. لا، فيش قوانين موجوده في الدوله او في الدستور انه اي شخص يهين تمنع العنف ضد المرأة، اي شخص يهين او يعذب المراه، اي نوع من التعذيب او من الاهانه او من الذل او من الضرب انه يحاسب. ما فيش حساب للرجل. حتى في بعض القوانين اللي قريت عنها، مثلا في قانون في الأردن، طبعا كوني أنا أردنية فلسطينية طبعا، فبعطيك فلسطينية أردنية بوث. في قانون الكويت برضو وفي بعض الدول العربية، القانون بيقول كالآتي: لما تغتصب المرأة المغتصب يجب أن يتزوجها. طلع قديش المأساة، يعني لا يحبس ولا يعاقب، تنحل المشكلة في زواجه لها، وممكن يطلقها بعد ما يخرج من الاسم. هذه مأساة. انت تخيل مغتصب بتحلل له امرأة، كويس، هو اغتصبها. يعني هون انت بتقول هون المأساة، يعني بيكافئوا بالنسبة، هون الكفر، هون الظلم. يعني انت ظلمتها اول مرة وظلمتها طول حياتها. هون برجع الدور على الدولة والحكومة وعلى الاهل في أول الموضوع بيرجع وآخره للأهل. كويس. هم بيهربوا من الفضيحة وبيهربوا من الأدب، بوقعوها بفضيحة أكبر، مأساة أكبر. ده منتهى الإهانة ومنتهى عدم الرحمة. يعني ده ظلم، ده ظلم على مستوى الدولة، على مستوى القانون ده العلمي موجود في أكتر من 37 دولة موجود. إن يعني الراجل اللي يغتصب امرأة لو كان متزوج كمان ما بيحللوش، يعني ما بينفذوش عليه اي حكم من الاحكام، او انه يتزوجها، يعني حاجه من اتنين، يتزوجها وانس ان هو مش عازب، يعني اوكي، ما بيتحاسبش على اي حاجه. بعدين قانون تخفيف الاحكام على من يقتل، يعني في عده حوادث صارت في كل مجتمعنا الشرقي. كويس. عده حوادث صارت لاي شخص اذا ضرب اخته او قتلها حتى، انه يخفف عنه العقاب. كونه زي ما بقولوا يعني اخذ بشرفه او هذا دفاع عن العرض، بيسموه دفاع عن العرض. كثير في من الحالات تطلع البنت لا هي رايحه ولا هي جايه، بس مجرد شافها بتحكي مع حدا، فهي كمان مأساة. فالاساس هون في انه تصحيح هذه القوانين، كويس، تعديلها، وفرض عقوبه صارمه على كل من يهين امراه، سواء نفسيا او سواء جسديا او تعنيف. بالضبط. هي فعلا القوانين هنا عايزه تتفعل، دي نقطه مهمه. الرجل الشرقي بشكل عام، قد تجدين رجل شرقي مثقف ومتعلم و الى اخره، لكن تيجي في موقف ما تبص تلاقيه من جواه
نفس الأفكار دي العتيقة موجودة، يعني نوع من الشيزوفرينيا. وحضرتك باعتبارك سيدة أعمال وسيدة مجتمع، أكيد قابلت النماذج دي من الناس. أكيد شفتي نموذج الرجل الشيزوفرينيا ده؟ في موجود كتير، موجود كتير في من أبناء، يعني أبناء الجالية اللي إحنا عايشين فيها. يعني لأنه إحنا بنعاشر أكتر إشي من الجالية نفسها، من الكوميونتي نفسها يعني. فأنت بتشوف هاي الشغلات، هذا اسمه انفصام. هو في لما بتحكي عنه أنت، ما هذا منفصم شخصيا، ليس يعني رجل غير سوي. كويس، هو قدامك بيبين أنه رجل صغير، أنه سوي، وأنه إنسان مثقف زي ما بتقول، وأنه متعلم. قد ما وصل أكبر درجة من التعليم والثقافة، طالما أنه إنسان يتعامل بهذه الطريقة فهو لا منه ولا من ثقافته ولا من تعليمه. كويس، فمشاهد كتير حالات. يعني إذا بدي أحكي لك أكثر من حالة لسيدات مجتمع، ناخد نموذج كده لشخصية من الشخصيات. ما قابلتيش حد؟ قابلنا شخصية كيف. قابلنا شخصية موجودة هون. طبعا انا ما بديش احكي عن الاسماء. لا، بدون اسماء. بدون اسماء. فانه الشخص هو متعلم جدا، متعلم، واصل لاعلى درجات التعليم يعني. كويس، وزوجته وقفت معه وساعدته، وكانت من افضل الزوجات يعني اللي بنعرفها احنا. طبعا هو دائما في اي مشكله، نوعيه هذا الشخص، مش الشخص نفسه، نوعيه هذا الانسان المريض، انه دائما مهما فعلت الزوجه سواء منيح او عاطل، او هو مهما فعل من شغلات سيئه او لا يرضى عنها اي انسان، يلوم، بده اي شخص يلومه. ودائما امامه هالزوجه الضعيفه هو اللي بحط اللوم عليها. الشماعه بتاعته بيلقي الشماعه، يا بالضبط، اللي بيعلق كل مشاكله وكل اخطاء له، كل فشله على على هذا المراه يعني. ففي عندنا اكثر من حاله وصلت لمحاكم، محاكم. في عندنا حالة كم، هاي واحدة من الحالات يعني اللي تواجه المرأة فيها احتمال كبير انه عقاب بالسجن لأكثر من سنة، كونها كانت تدافع عن نفسها. بس القانون في أمريكا بيحمي الإنسان، اللي الإنسان الذكي اللي معه مصاري، اللي معه مصاري، واللي بيركض على ويعمل هو التقرير ويبرر انه هو البريء وانه المظلوم. كويس، واحدة من الحالات. الحالات الثانية كمان لما احنا بنجيب صبايا ونساء صغيرات في العمر من الدول، من بلادنا يعني، بروح الشاب بتجوز من بلده وبيجيبها وبتكون مبسوطة، واو جاي على أمريكا وشو بدك. فأول طبعا بيكون هو عايش متجوز قبل هيك، عنده خبرة، عارف شو الحياة، عارف شو المشاكل. ففشل في حياته الزوجية الأولى، فكل فشله في حياته الزوجية الأولى هون بيطلع، وإيش يعني بتعامل مع الزوجة الجديدة على أساس مشاكله من زواجه الأول. فتعاني المرأة هون عقد الشخصية بيطلعها في الزوجة، بيطلعها في الزوجة الشغلة، العقد، المشاكل اللي ما قدرش يحلها مع زوجته السابقة، سواء كانت أمريكية ولا أي جنسية أخرى غير العربية طبعا، غير مجتمعنا يعني الشرقي. فهون بيحاول انه يطبقها على زوجته الجديده يعني. فطبعا تفشل الحياه، بتوصل للمحاكم، بتوصل يعني بالاخر بنرجع بنقول انه نفس هاي الشخصيه هي المتكرره في فشل الزواج الاول، سواء من غربيه او شرقيه. هو ارتفاع نسبه الطلاق هنا، او نسبه كبيره، النسبه كبيره جدا موجوده في امريكا، نسبة كبيرة في امريكا. وما بقاش في اسر مكتمله، حتى اللي هم جايين من الشرق الاوسط، يعني مش بس الغربيين، حتى الشرقيين الاوسطيين بيبقوا متجوزين في بلادهم وبيجوا هنا اهوت بعد فتره قصيره بينفصلوا. اكبر نسبه طلاق موجود الان في وطن، في المجتمع الشرقي، في المجتمع الشرقي اكثر من نسبه الطلاق في المجتمع الغربي. لانه عم ندخل على يعني الحريه اللي كانت بالاول مكتومه او مضغوط عليهم فيها، هلا صار كل شيء متاح، كل وسائل التواصل الاجتماعي متاح. بطل السيدة، بطلت السيدة نفسها هي الموجودة، والرجل بطل نفسه الرجل الموجود سابقا. فعشان هيك تزداد حالات الطلاق. المجتمع هنا في أكثر انفتاح، في أكثر حرية، وبعدين كل الكبت اللي كان في بلادهم بيجوا هنا إلى حد ما بيقدروا، في حرية، فبيقدروا يتنفسوا، بتكون نتيجة الحرية ديت هو الطلاق. انفصام عرى الأسر بشكل عام يعني، بقاش في الأسرة كمان.
ودي مأساة دي على مشكلة تانية. دي مشكلة تانية. أساسية لكن هي مسألة عدم توافق برضو. مسألة عدم توافق صحيح. وقد يكون العنف ضد المرأة جزء منها يعني في أحيانا. لا في كتير في, في, في يعني كتير يعني حالات كبيرة بتكون العنف ضد المرأة لأنه عندما يعني لما بتيجي المرأة وتعيش هون طبعا هذا أنا بعتبره نوع من العنف، أنا بعتبره نوع من الاضطهاد. لما الزوج يفرض على زوجته هي الموجودة هون إنها ممنوع تسوق، ممنوع تطلع، ممنوع تروح، ممنوع تيجي، ممنوع يعني شغلات كتير تفرض عليها، فهذا يعتبر تعنيف. ده عنف طبعا. طبعا بلس التخلف زائد عنف مع بعض يعني. العنف مش بس الضرب الجسدي، الضرب لا طبعا العنف النفسي كمان. العنف النفسي ده مجرد بيقول لك مجرد الإيحاء بالضبط. عنف نفسي أكتر يعني أشد قوة من العنف الجسدي. الجسدي ده حقيقة. في إذاء جسدي أو العنف ضد المرأة بيمارس عليها من الناس براها، برا أسرتها، برا مجتمعها الضيق، زي ما قلنا حالات الاغتصاب وحالات السبي وإلى آخره. لكن في عنف للأسف الشديد بتتعرض له المرأة بس وهي طفلة من الأسرة نفسها. ومثال ذلك حالتين من الحالات اللي هم يعني في منتهى القسوة الإنسانية. الختان وهو مأساة بتتعرض لها الطفلة، والحالة الثانية وهي زواج القاصرات. يعني دول بيقع على الطفلة بمحض إرادة الأسرة، يعني الأسرة هي اللي بتوقع هذا العنف على طفلته. تفتكري إزاي نحمي أطفالنا من هذا الجهل الشرير؟ انت بتقدرش تحمي الاولاد طالما في دوله سامحه او في حكومه سامحه بهذا الشيء كويس. هون هاي اصبحت مسؤوليه الدوله والحكومه اكثر من مسؤوليه الاسره، لانه في طبيعه الحال لما الاسره بتعمل ختان لطفله وبتجوز طفله قاصر معناته هون هم ما بيعرفوش مصلحه الطفل. معناته هون عندك جهل، عندك قلة فهم، عندك قلة ثقافة وتعليم. بالظبط. فصفة هون لازم وقلة رحمة على فكرة، اسمحي لي أقول لك وقلة رحمة. لأن لو الأب والأم عندهم رحمة بطفلهم ما بيعملوش فيه كده. بعدين شغلة تانية، المجتمع هون والدولة نفسها لو إنها تسن قوانين تعاقب فيها كل من يرتكب الجريمة الختان أو تزويج الطفلة هاي كان الأهل ما بيقدروش يعيدوها. أنا هلأ سامعة أكتر من حالة في مصر على فكرة. بتصور إنها حالات جيدة يعني بتبشر شوية في التفاؤل. إنه عدة حالات صارت والحكومة تسمع، يعني الدولة تسمع أو الشرطة يعرفوا بالموضوع. تيجي شكوى من الجيران، تيجي شكوى من أي حدا من بيعرف بالموضوع. فرايت أوي بيوقفوا الزواج، رايت أوي يوقفوا الزواج القاصر. بس بالنسبة للختان كمان، مع أنه في حملات كبيرة منها قامت فيها سوزان مبارك وهذا بالذات في مصر، لأنه نسبة الختان مصر واليمن والسودان أكثر من الدول العربية الأخرى أو الدول الشرقية الأخرى، الشرق الأوسطية الأخرى. فكان في حملات كبيرة، حملات كبيرة في القرى الموجودة في مصر على وقف هاي الأمور بالذات الختان، يعني لأنه يعني إنهاء حياة بني آدم كامل. تعدي جامل يعني تعدي جامل. فهذا لازم القانون. إذا العيلة جاهلة، الأم جاهلة، القانون هو الوحيد اللي بده يردع بالزبط. هاي العائلة من إنها تعمل أي شيء لابنهم أو للطفلة يعني. بالفعل الحاجه دي طبعا ممنوعه في الغرب تماما، يعني في قوانين تحرم. انت تحبس عليها رايت اواي، ممنوع محاكم. هي مشكله هناك، بس احنا نفسنا ان يطلع الوازع انساني هو اللي يحركهم قبل القانون. لازم يعني يكون في ارشاد. اب وانت ام يعني لازم يكون في ارشاد، وسائل ارشاد، برامج ارشاد في المدارس نفسها. مدارس تكون هاي الوسائل موجوده. تعلم الطفل، تعلم الطفل او تعلم الاهل. انت لما بتعلم امراه او ست بتروح على المدرسه من الفيرست جريد، خلينا نقول من الصف الاول، عن خطوره الختان، عن خطوره هاي الامور، فانت بتنشئ مجتمع ورا مجتمع يرفض هذا العمل. بالضبط. فدور المدرسه، وزاره التعليم، التربيه والتعليم، القانون نفسه كله لازم يعمل مع بعض من اجل
يعني الحد من هذه الأمور. فعلا هي محتاجة الاثنين، محتاجة القانون ومحتاجة التربية التنوير. يعني بالضبط، إرشاد. في مجتمعاتنا الشرقية برضو للأسف الشديد العنف ضد المرأة مش بيجي بس من الأفراد أو من الأسرة، ده ساعات بيجي من الدولة نفسها. مظبوط. بمعنى في بعض الدول في الشرق ترفض إنها تدي الجنسية لابن الزوجة أو ابن المرأة، الامرأة اللي متزوجة من أجنبي، في حين إن لو الراجل هو اللي متجوز من أجنبية ولاده ياخدوا جنسية البلد. فيعني مكيال بتكيل بمكيالين هنا، في ازدواج في المعايير. انت ايه رايك في الوضع ده والى متى؟ الى متى ما بنعرف، هذه سياسه دول، من دوله لدوله بتختلف. كويس، مثلا في دول الخليج يمنع هذا الحكي، انك تعطي لما الزوج المراه تتزوج اجنبي ما بتعطيه الجنسيه لابنها، بينما ما تعطيه هو الجنسيه، بينما الزوج لما بتزوج الاجنبيه بعطيها الجنسيه. طب ايه وجهه نظرهم في كده؟ يعني الفرق بين الولدين عنصريه. ايه الفرق بين الولدين؟ انا بعتبرها عنصريه، هذه اسمها عنصريه. بينما في دول اخرى تعمل مثل هاي الامور، مثلا على سبيل المثال في الاردن وفي لبنان. المراه في لبنان المراه ممنوع، يعني في الاردن بعرف انه القانون الاردني بيعطي المراه حقها في انها تعطي الجنسيه لابنها. كويس، او لزوجها ما عدا الزوج الفلسطيني. كويس، الزوج بالتحديد، بالتحديد الزوج الفلسطيني والابن الفلسطيني ما تديهمش الجنسيه، ما تديهمش عشان حفاظا على شيء اسمه حق العوده للشعب الفلسطيني. لا ده غرض سياسي بقى. يا هذا عشان هيك بقول لك في شيء، في دول بتكون سياسيا وفي دول بتكون عنصريا. يعني في الحاله دي هيبقى الولد واخد جنسيه فلسطينيه، ما هو ما بقدرش ياخذ الجنسيه الفلسطينيه اصلا كونه مش عايش بفلسطين، وفلسطين لا تعطي الجنسيه الاردنيه لمواطنين. ما هي اللي بقول لك المشكله انه اطفال كتير وستات كتير في مجتمعنا الاوسط، الشرق الاوسطي، انه السيدات عندهم مش اولادهم لا يحملون جنسيه لاي دوله من الدول، ومنهم مشكله الشعب الفلسطيني. يعني احنا مش هدفنا ندخل سياسه، لا بس بنحكي بوضع موضوع انساني، موضوع انساني انه كثير. يعني في دول الخليج ما فيش تقول انه اي مبرر انك ما تعطيش جنسيه لاي شخص، يعني امه كونها سعوديه تعطيه الجنسيه لها او لزوجها، بينما في دول اخرى سياسيا من اجل حق عوده. اي منطق ده؟ اي منطق ده؟ يعني ده ظلم، ده ظلم. ام او زوجه بتشيل جنين في طفلها 9 اشهر وتربيه ومن يعني من دمها ومن لحمها ومن صلبها، وبعدين ما تديش جنسيتها 100%. مش الجنسيه البلديه جنسيتها، صح؟ يعني تعنت وغباء، هذا نوع من العنف. يعني هذا عنف ضد المراه، عنف وضد على مستوى الدوله وضد الطفل كمان. عنف على مستوى الدوله، العنف ضد المراه ليس اقل من العنف ضد الطفل. ده صحيح. عندك فكره ان في احيانا نساء هم اللي بيدافعوا عن العنف ضدهم؟ يعني في نساء، انا شفت فيديوهات كتير، يعني لا داعي ان احنا كنا هنستعير ببعضها واحتمال نستعير، سيدات هم اللي بيدافعوا عن العنف ضد المراه. بيدافعوا عن العنف؟ تقول لك من حق لازم يضربني الراجل، ومن حقه ان هو له الوصايه عليا، وده دليل، وكنها تطيعه وتستحمل الاهانه وما تعترضش، فده دليل على حسن تربيتها وانها امراه مطيعه. ايه رايك في العقليه دي؟ دي منتشره على فكره. ده ظلم، ظلم. هو يعني هي ظلمه لنفسها. خليني احكي لك، هي مش ظلمه نفسها، هي بهذه الحاله ظلمت نفسها تماما. ظلمت نفسها لانها هي مقتنعه بفكره غلط مرسختها في راسها وفي مخها، انه ضرب المراه عادي، كونها هذه المراه من الاحتمال او من نوع من اكبر الاحتمالات، يعني انها هي تعرضت الى عنف ومن هي صغيره، من قبل الاب، من قبل الام، من قبل الاسره، ولا قبل الزوج. فهي شايفه انه عادي انه اي امراه اخرى انها تعنف. كويس، انا كده ان هي ادمنت الضرب بقى، يعني دي حلال فيها الضرب دي بقى. هي بتكون ادمنت صراحة كل شيء، وصارت بالنسبه لها انه عادي انه اي امراه اخرى تضرب. وبعدين لا تنسى انه عدو المراه هو المراه. عدو المرأة هو المرأة. عدو المرأة هو المرأة.
شكرا يا فندم، يعني احنا مالناش دعوه بقى. لا لا بهاي النقطه لا. في كتير من الحالات واغلب الحالات عدو المراه هو المراه. ما هنا دي عدوه المراه، هي المراه لما بتقول موافقه ان المراه تتعنف ده هي عدوه نفسها وعدوه المراه. لانك انت لما بتطالبي بتعنيف المراه معناته انت عدوه لهي المراه. ده بتعتبر ان ده نوع من التربيه والخضوع وحسن الخلق، انها بتتحمل حتى لو كان تهذيب، حتى لو كان الضرب او العنف ده من منطلق ان واحد اب بيهذب بنته، بس العنف مش مقبول. ازاي بتقبل كده؟ خليني احكي لك شغله. هل ده مرض نفسي؟ لا مش مرض نفسي. هي ولدت وكبرت في مجتمع او في بيت او في حي معين على هذا الاساس. انه مسلمات دي بتعتبر دي قضيه مسلمه، بتعتبر يعني. انه هي ولدت شافت امها، شافت ستها، شافت خالتها، عمتها، كلهم يعنفوا. مش بس انه شرط انها تعنف بالضرب، تعنف في طريقه الاوامر اللي بتاخدها من الزوج، قله الاحترام، قله الموده والحب بينهم. فهي كبرت على هذا الاساس. كويس. فما لا تتوقع، فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. ما تتوقعش من انه جهل كمان، قله تربيه، قله ثقافه كمان. لو هدول يعني لو مثل هدول السيدات اللي بيطالبوا في تعنيف المراه وبيعتبروه انه ادب، فش المراه، لا المراه لما تعنف اذا سكتت مش معناته انها هي مؤدبه، بس ما عندهاش حيله اخرى. ده منتهى العبوديه يا فندم، منتهى العبوديه. يعني منتهى العبوديه ان الوحده تدافع عن اللي بيستعبدها، ده شيء غريب قوي يعني. طبعًا. ده منتهى المذله والمهانه يعني، حاجه غريبه قوي. كمان في نقطة كتير بحب أضيفها أنا. اتفضلي فندم. النقطة اللي بحب أضيفها إنه المرأة هي نفسها كمان بتظلم نفسها. فأنا أرفض كلياً، أرفض كلياً إنه أي ست تعنف أول مرة وترضى. ما هي طالما قابلت مرة خلاص كل سنة طيبة. بالظبط. هي لازم تكون هي اللي تحافظ على كرامتها. بالظبط. المرأة هي اللي تحفظ كرامتها إن لم تجد أحد يحفظ كرامتها. كويس. ترفض. واحنا بنقدرش نقول انه كل البيوت سواء الشرق اوسطيه او الغربيه خلاف. بيرضوا هذا اصل الخلاف وارد، الخلاف وارد في اي كان، لكن مش معنى كده ان يكون الخلاف معالجته او رد الفعل يبقى ان واحد يعتدي على الثاني. يعني انه من جميع يعني من جميع الجهتين. يعني انا بفترض حتى ان هي اختلفت مع زوجها وهي على خطأ وهو اللي على صواب، ده مش مبرر انه هو يعتدي عليها بالضرب. لا لا، المشاكل ما بتتحلش بالشكل ده. الضرب بجميع الحالات مرفوض. مرفوض. تعنيف بجميع الحالات معنوف. ده احنا ده النهارده ده مرفوض ضد الحيوان، يعني الرفق بالحيوان ممنوع فيه، ومن ابسط قواعده انك ما تعتديش على الحيوان بالعنف، ما بالك بانسان. مظبوط. صحيح. شيء غريب. في نموذج من النساء، المرأة المستفزة، المرأة النكدية، المرأة المفترية، المرأة المنفلتة، كل هذه النوعات من النساء، تفتكري دول في حلال فيهم بقى موضوع التعنيف دول والضرب؟ أبدا. وعلى فكرة في نموذج تاني حنعرض فيديو له للمرأة المفترية. بس انت لو تبحث وراء تجبرها وراء تعنتها وراء لئامتها لازم تلاقي سبب، شو وصل هذه المرأة لانها تكون بالطريقة هاي. في ناس، في سيدات طول بولدوا هيك برضه. عامل التربية، عامل التربية والمجتمع والحي والحارة اللي بتعيش فيه الست أو الزوج أو الزوجة. كويس. له تأثير كبير على شخصية هذا البني آدم. المجتمع اللي عايشة فيه طبعا. الحي، المجتمع، خبرات الحياتية والمجتمع اللي عايشة فيه ونوع الثقافة والتربية. ده شنو المجتمع كله يعني؟ هلأ بيختلف الوضع لما بتعيش بمجتمع شعبي وانت طالع بتسمع مسبات وانت نازل بتسمع مسبات الاحياء الشعبية. كويس. عن مثلا مناطق شوية أرقى شوي. ففي اختلاف في تربية الشخص اللي بده يكون عايش في هاي المناطق. بالضبط.
بس ده ما يمنعش ان برضو الطبيعه البشريه او الشخصيه نفسها يعني في شخصيات بتبقى حاده وفي شخصيات بتبقى الحدية يعني بتختلف عن عن الإنسان اللي زي ما حكيت أنت عنه، المتعنت، الجبار، الجبروت، اللآمة، الظالم، الإنسان اللي بتضرب، ده بختلف كليا يعني طبعا عن اللي بنحكي فيه احنا يعني. لكن هذا نموذج من المرأة أنت ضد أنه يستخدم العنف ضد طبعا الراجل، ضد، يستخدم لأن العنف العنف بولد عنف، العنف بيزيد عنف. طب بس لما الواحد مراته بدأت تدعي عليه يعني لو ضربته ده يعمل ايه يعني؟ في طرق تانية، يعمل ايه الراجل؟ في طرق يعني، مش لازم يعيش معها، ينفصل هو وياها يعني، مش لا يعني، لأن الضرب ما حيس لا يعني يعني الضرب العنف مش حي ما حيجيب مش علاج ولا العلاج، لا 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 بالفعل. الشتيمة ولا العنف ولا أي نوع من الشغلات اللي بنحكي عنها بالظبط حتفيد هذه الزوجة اللي هي بطبيعتها أو هي جايته هيك كويس. كل ده أسلوب غير حضاري بدون شك. يا والناس تعامل بالطريقة هاي أسلوب مش اكزاكتلي أسلوب مش حضاري، فأنا ليش أنزل مستواي لهذا المستوى وأضربها وتضربني وأنشئ جيل كله بهذا الطريقة وبهاي ال فمن البداية الانفصال أفضل بكتير، صحي أكتر بكتير من إنه نبقى في هاي الحياة. بالفعل الانفصال هنا علاج. طبعا هو الانفصال حلقة علاج. بعض الحالات بتحصل لما الرجل والمرأة على المستوى المهني تحديدا يعني على المستوى المهني تحديدا بيتبادلوا الكراسي، فرجل يصبح مرؤوس والمرأة تصبح رئيسة. فهنشوف الفيديو دهوت ونعلق عليه رأي حضرتك فيه لما المرأة تصبح رئيس والرجل يصبح مرؤوسا. زي فيلم شادية و كرامة زوجتي. أيوة كرامة زوجتي. إيه رأيك في الحالة دي؟ كفاية بقى وخلي يومك يعدي على خير. أنت بتزعل في مكتبي؟ أنت على مطعم أنا عايز. لا مش هنا، لازم تتعلم تكلم المديرة بتاعتك إزاي؟ تعرفي لو ما كنتش مراتي أنا كنت دبت صباعي في عينك. قومي حضري الغدا. حاضر. قومي يا زكية. زكية. ايه رايك في الحاله دي؟ هذا نوع من الانتقام. اول شيء ما مرتيش يعني مش لازم انت على المستوى الشخصي، انا مقصود يعني صديقاتك من معارفك ما شفتيش التجربه دي؟ لا صراحه انا ما شفتش هاي التجربه، بس بدها تمر عليك يعني اكيد انه مش لازم يكونوا من نفس الشغل زي رئيس ورئيسي هون يعني. بتصير بعد امرات عامل الغيره من الزوج لما زوجته بتصير احسن منه. لا تنسى لا تنسى انه احنا بمجتمعاتنا الشرقيه نرفض انها المراه تكون احسن من الرجل او اعلى منه في او اعلى منه، فهمت علي؟ ما تربيناش على هاي التربيه بالضبط، غير مقفول. ما تربيناش هاي. بتصور بس هلا الايام هاي في المجتمع هلا انه الامور عم تتغير كتير، ابتدى في تقبل للمراه دي. المشكله دي انا اسف في المقاطعه، المشكله دي مش موجوده في المجتمع الغربي يعني. الرجل الغربي ما تفرقش معاه ابدا وبياخد الموضوع بسلاسه وبمنطقيه وبعقل. بس عندنا مجتمع فيه مشكله، عندنا في المشكله مشكله في المجتمع. يا بالضبط في مشكله عندنا في المجتمع، هي مشكله انه ما تربيناش على انه المراه زوجتي او اختي تكون اعلى مني. دائما انه زي ما حكينا الرجل قوام كويس، فهو لازم قوام بإفريثينج يا وبيحس بالغيرة وبيحس هي الغيرة كمان. حتى هون على مستوى يعني لما بتيجي المرأة من بلادنا وبتعيش بهاي البلد بحاول انه يحد الرجل من تقدمها، الا يعني منقدرش احنا نعمم كلها كل يعني انه 100% هاي الحالات بتكون بس يعني بنقدر نعطي 70 او 80% انه الشرق الرجل الشرقي دائما يحد من تقدم المرأة ويرفض انها تكون اعلى واحسن منه. لانه هو بده يبقى دائما هو المعيل وهو صاحب القرار وهو صاحب وهو السيد. فلما بيحصل الانفصال والمحاكم هون بتعطي الزوج نفس الزوجة كويس، هون لا يتقبل انه كيف يعني انها هي بدها انا اخذ الاولاد زيي زيها، هي بتشتغل زي ما انا بشتغل، هي بتعمل زي ما انا بعمل، فصعب كتير انه يتقبلها. فهمت علي؟ بس لما بيكون له فترات طويله عايش بالبلد هاي غصب عنه بده يتقبلها. الثقافه يعني هو ممكن ما يتقبلهاش في وسط بلده ووسط شعبه لانه خايف من المجتمع عينه عليه، لكن لو طلع معاها بره في اي بلد تانية ممكن ما بتفرقش معاه النقطه دي. لا احتمال كبير بتفرق اذا كانت المراه مش قويه من بدايه ما يتزوجها وضعيفه وبينت الضعف
نفس انت، ما انت خلقت بني ادم جديد، لا انت جايب بني ادم جاي من بلده بنفس العقليه، امه بتخدم ابوه، سته بتخدم سيده، وعمته بتخدم جوزها، نفس الحكي. فالمجتمع نفسه ناقله معه، انت ناقل هالهيكل وجاي فقط، ابدا كل شيء حيطبق الا اذا كان له فترات طويله في هاي البلد، يعني شوية ببلش يتقدم الإنسان يتقبل شغلات ما بتقبلهاش في البلاد بالضبط. فهون بس، أما أنه جاي جديد أو إله أكم من سنة، لا جديد ما إنسي مستحيل، بده فترة طويلة. لا هي بس حدة الأمر بتختلف من مكان لمكان، يعني أكيد هو في وسط مجتمعه الشرقي زي ما هو كده أكيد هتبقى العملية سخنة معه، لكن لما بيجي هنا الغرب ويقعد شوية إلى حد ما الحدة دي بتروح، لأنه مش خايف كمان من اللي حواليه، مش خايف من المجتمع اللي بص عليه إزاي. برفض كمان، يعني أنا دائما أسلوب التعميم في أغلب الحالات طبعا. يعني بديش أحكي عن حالي، أنا ربيت بعائلة يعني الأب بساعد الأم في الأكل في الشرب في الحياة كويس، مع أنه هي لا تعمل برا يعني خارج البيت، هي مجرد سيدة بيت وهو بيساعدها في البيت، وهو بيساعدها في البيت بيطبخ بينظف مزاجه يطبخ حالات كتير، يعني أنا هوش مجبر على أنا حالات كتير يعني شاهدتها، مش بس على المستوى الشخصي، على مستوى ناس كتير إنه في كتير عدة آباء يعني ورجال من أفضل العالم، من أفضل الناس الموجودين، بس بشكل عام اللي يعني الانطباع الأكبر هي النسبة الأكبر في اللي بتعنف واللي بتضربه في طبعا الحالات دي بيبقوا بتبقى مواهب شخصيه يعني او له مزاج خاص، واحد بيحب يطبخ زي ما حضرتك بتقولي مثلا بيبقى غاوي بيحب يقف في المطبخ لمزاجه، مش هوش مجبر على كده يعني، او ممكن يكون بني ادم رحيم فلما بيشوفها محتاجه مساعده او بيشوفها بتبذل جهد وعنده وقت فاضي بيدي ايده، دي بترجع لشخصيه البني ادم ومقدار الرحمه اللي جواه وتربيته هي الاساس زي ما قلت انت قبل شوي، انه في نساء يعني كمان تحرض على النساء فكمان ما هي الام ام الزوج امرأة نفس الوقت لما بتحرض على كنتها ما هي امرأة حرضت عليها على كنة، فالمرأة ضد المرأة، رجعنا لنفس الموضوع بالضبط كده. بايزاوي بقى واخد من كلامك السؤال، المرأة وهي بتبص للرجل بتبقى عايزة او في مخيلتها الرجل اللي هي بتتمناه، هل هو الطفل اللي بتتمنى تهدهده، عايزه الرجل يبقى طفلها اللي بتهدده وتفرح بيه وتربيه وكده، ولا بتبقى عايزه الرجل اللي هو الاب مش الابن، عايزه الرجل الاب اللي هو يبقى سندها ومعين لها وترمي حملها عليه، انهي نوع من النوعين بتبقى عايزاه المراه اكتر؟ بتختلف من مراه لمراه وحسب تربيتها، اذا كان الاب اللي هي متربيه معه متربيه عنده أب حنون، أب رحيم، قوي، يعني فهي تتمنى رحيم عطوف حنون كويس، فهي تتمنى إنه جوزها يكون نسخة الأصل عن أبوها في التعامل كزوج إلها وليس كأب، لأنها هي أخذت الحنان الكافي من بيت أهلها كويس، من والدها كويس، فلا تريد أب في بيتها، هي تريد زوج يتحمل مسؤولية. بنفس الوقت تختلف من امرأة لامرأة، إذا كانت هي بدها زوج تفرض هي شخصيتها وتكون الشخصية الأقوى وتتحكم، مش ضرورة تحكم يعني، أنا حب يعني عايزة يعني جواها أعتقد حب كبيرة وعايزة حد قدام منها تديله هذا الحب. في نساء حسب كمان بقول لك برجع للتربية والتربية في البيت نفسه، ده يبقى راجل محظوظ اللي يلاقي واحدة بالشكل ده على فكرة. لا في كتير ما تستغربش، في كتير حسب التربية، فما تتوقعش انها في اي سيدة عنفت وضربت في بيت والدها لأكثر من 20 سنة، يعني طبعا نحن بنحكي نسبة الزواج 18 ل 20 22 هذا، فطول الفترة هاي تعنف وتضرب وتهان و يعني بتقوم بكل المسؤوليات، انه تروح على بيت زوجها بدها واحد تاخذ من بدها واحد هي تعامله بنفس معاملة اهلها وتعطيه حنان، هون بتدور هي على الحنان اللي فقدته في عند بيت اهلها. انت علي؟ صحيح. طيب تفتكري لما الراجل بيلعب بمشاعر امراه ويخلي لها الحياه وردي وبعد كده تصدم، هل
تصدم فيه. يعني اللعب بمشاعر المرأة هل ده تعتبريه نوع من أنواع العنف برضو ضد المرأة ولا بتعتبريه؟ طبعا عنف نفسي. هذا عنف نفسي. عنف نفسي إنه يلعب بمشاعر امرأة ويسيبها، أكيد بيصيب ضرر في جواها، ضرر نفسي. هون له أسباب، له نتائجه في المستقبل اللي هي ستفقد الثقة بأي شخص بدها تشوفه. كويس، تفقد الثقة، تفقد الثقة في نفسها حتى. في عندك ما أمور أخرى إنها هي يعني بتوصل لنتيجة، بتوصل لنتيجة إنها تكتئب، إنها ترفض إنها تمارس حياتها العادية الطبيعية. فهذا بيأثر عليها وعلى بيتها، على أهلها أو على المجتمع اللي حواليها كمان يعني. لأن هي صدمت. صدمت تعتبر جريمة من الراجل نفسه. طيب وفي ستات أقوياء يعني، رايت أوي يعني دغري ممكن. بتقدر تتغلب على الأمور يعني. ممكن تتغلب على القصة. وأنا دائما صفحة. وأنا دائما بناشد وبطلب من إن المرأة، إنها المرأة تكون قوية. مهما واجهت من مشاكل ومن صدمات لازم المرأة تكون قوية، لأنها المرأة لا أعتبرها نص المجتمع، أنا أعتبرها المجتمع كله. المجتمع كله، واحنا رحنا فين طيب؟ لا لا خش انت، ما لك مكان. لما تقول المجتمع كله احنا نروح فين؟ برا المجتمع. المجتمع كله في التربية. المجتمع كله، الأب أساس. هي يا هي الأساس. انت علي، الأب بيطلع بروح بيجي بيشتغل يعني أغلب وقته برا، بس المرأة برضه هي اللي بتربي أجيال، فربت أجيال صالحين أذكياء أقوياء، فالمجتمع بيكون بخير إنه الكل يكون قوي. بالضبط، هو التكامل شيء جميل. أصل ده بازل، الرجل يعني والمرأة بازل، لما بيتكون مع بعض بيكون صورة جميلة مع بعضها، وكلهما بيعطي الآخر، وما فيش حد منهم يقدر انفصل عن الآخر، دي الحقيقة يعني. بس طبعاً. احنا مش عارف ليه كيفة ان احنا نعمل دايما فصل، ده أبيض وده أسود وده رجل وده امرأة وده شرقي وده غربي، انما هي حياة واحدة ولازم نعيشها كلنا مع بعض متكتفين. تفتكري وبأمانة، احنا في برنامجنا عادة بصمة، بنتجنب الحوار في السياسة وبنتجنب الحوار في الدين، لأن كلاهما طرق شائكة ما بنحبهاش. وبرنامجنا يعني مركز قوي وعاملين فوكسنج قوي على البرامج الثقافية وعلى الناحية الثقافية، لكن إلى حد ما لازم في حاجات بتلمس. فالموضوع ده كله مش هنقدر نقوله كله، والعنف ضد المرأة، ونزوغ أو نغمي عينينا عن دور الدين. ف عايز اسالك سؤال بمنتهى الامانه والوضوح وبدون لف او دوران. تفتكر الدين هو احد اسباب تبني الرجل للعنف ضد المراه، او الدين بمعنى اخر بيدي الحق للرجل انه يمارس العنف ضد المراه، او هل الرجل بيمارس العنف ضد المراه نتيجه او سنده هو الدين؟ لا هكمل لك من غير ما تقولي لي لا، احنا مش عايزين نعترض من هذا رايي. لا لا انا لسه ما كملتلكش ساعه، تديني رايي. يا شوف انت اعترضتي من اولها قبل ما تكمل. ماشي. بصي سيدتي، تعالي في الاديان او ما تدعى بالاديان الابراهيميه، في التوراه الرجل، المراه خلقت من اجل الرجل. اوكي. وساره كانت بتقول لابراهيم يا سيدي، دي كانت بتعتبر مثل يعني. في المسيحيه الرجل رأس المرة، الرجل رأس المرأة، رأس المرأة. والدين الرجال قوامون على الإسلام، الدين الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. إذن الأديان التلاتة بيقروا أن الرجل فوق والست تحت، أو واحد اتنين. حلو الكلام؟ حلو. وبيغذي الكلام ده هو في بعض رجال الدين، هما مش رجال دين، هما بعض تجار الدين، تجار يعني الدين. ما انا ما بعتبرش. وعندنا فيديو يا ريت لو الاستاذ مخرج يفرجنا عليه وتشوفي هذه العقليه اللي بتغذي الاف او ملايين الناس بتفكر ازاي، والناس اللي بيسمعوهم دول حتى منتظره هيكون رد الفعل بتاعه. هتفرج على الفيديو دلوقتي، وبعد ما تتفرجي على الفيديو حضرتك ابقوا لي لا ولا ماشي. اتفضلي. تخرج امرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنرات الأرض، وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه؟ العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس. أي امرأة، مع احترامي يعني، عشان ما فيش واحدة تفكر إن أنا بفطس في الكل، أي امرأة مهما صعدت هي مخلدة وعامية،
مفيش امراه دارسه العلم على اصوله. اه ممكن تقعد تعمل مجلس خاص، ممكن تعمل درس في مدرسه في معهد علمي والكلام ده. ليه؟ لان الجهل فاشل في النساء، معروف الجهل فاشل في النساء. فاي معلمه من دول قرت كلمتين او ثلاثه او اربعه لا تستطيع ان ربنا عز وجل يهدي بها كثيرات من الاخوات. لكن انا عايز افهم يعني، والاصل عندنا ان تقر المراه في بيتها، والاصل انها لا تخاطب الرجال الا لضروره، وانها تعتذر للرجال. انها تعتذر للرجال، صح كلام؟ وراجل اهو زي الفل اهوت، وقدامه ميكروفون وكاميرات والدنيا كلها مفتوحه قدام منه، وفي ملايين بيتابعوه. مين قال لك انه رجل زي الفل؟ اولا. ثانيا الحق مش عليه، الحق على اللي حاطط له الكاميرا والفضائيات والاعلام اللي خلى واحد مثل هذا الشخص يطلع ويحكي شغلات بقله الحياه وقله الادب هذا اجنست المراه. ده بيقولوا عليه عالم، يحكوا عليه شو ما يحكوا. المهم الله أعطانا عائل، إحنا كلياتنا أنت وأنا وأي شخص على هذا الكون الله أعطى عائل. فالإنسان العاقل لما بيسمع مثل هذا الشخص وبتذكر وبشوف أمه اللي ربته وأخته وكل نساء ومرته وزوجته وبنته، طبعا ما حيقنعوا هذا الكلام أبدا. كويس. فالأساس إنه الإنسان يشغل مخه. لو كل يوم سمع 100 إفتاء و100 نصيحة وميت برنامج عن المرأة اللي بتقلل من قيمة المرأة، بس الله أعطاك عقل طبعا أنت، والله قال لك أنه فكر بطريقة صح. لو حط مثل هذا كل يوم برنامج، إذا أنت إنسان سوي وإنسان متعلم ومثقف ما بيقنعني هذا الحكي كلياته. فالعيب منا إحنا، مش من اللي بنذاع وبنحط في الفضائيات وفي التلفزيونات. عارفه يا استاذه فاطمه الحاجه الغريبه قوي هنا في المتفرجي على الاخ الجميل ده، انه بيتكلم بثقه مطلقه وكانه عمل تجارب معمليه ودخل المعمل وعمل ابحاث علميه وتاكد بما يعني ما فيش شك بمنتهى الجزم ان المراه لا تصلح للعلم وغير قابله للعلم. عمل تجارب هو مع ان الواقع بيقول كده. ماري كوين ما كانت عالمه، في عالمات ذره النهارده في كل مجال، في عالمات سيدات. وعقل المراه ما زي عقل الرجل. في المدارس دايما البنات بيطلعوا الاوائل على الطلاب. هو كونك جاب الكلام. انا عايز افهم بس، يعني مشكلتي انا عايز افهم الثقه ديت اللي اتكلم بيها وكانه بيتكلم قدام منه ابحاث علميه طلع منها ان المراه مخاطين ما تنفعش للعلم. جاب الكلام ده على اساس ايه؟ ما عندوش اساس اولا. بعدين شغله ثانيه، كوننا احنا بنكرر وبنعرض مثل هذه الافلام الفيديوهات احنا بنبث الفتن والبث الفكر اللي هو بيحاولوا يوصله للناس. في ناس بتاخذ فيه طبعا، اللي هو ضد المراه واللي شايف حاله انه هو الوحيد في الدنيا والفكر الذكوري بشكل عام بده يقتنع باللي حكاه يعني. بس اللي شايف انه ينظر للمرأة بطريقة أخرى ما حيقنعوا هذا الكلام. طبعا احنا بننشر هذا الفيديو مش علشان بنؤيده ولا انتشاره. أنا بحكي عنك أنت، أنا بحكي هتذكري أصدار. لا أنا مش عارفك. لا أنا بحكي بشكل عام، لكن أنا بننشر عشان تنوير الناس. في فيديوهات كتيرة لسه تقلل من قيمة المرأة وتنسب للدين وتنسب للأديان. هذا نوع من العنف برضه ضد المرأة. طب هذا اسمه الترويج العلمي الإعلامي بالحاجات دي، ده عنف ضد المرأة. بالأول كان في مراقبة على كل شيء يصدر في التلفزيونات، بس هلا في انفلات إعلامي مع وسائل التواصل الاجتماعي، فكل واحد بيعمل لك فيديو بيعبر فيه عن التخلف والأمراض الداخلية العقل في اللي نفسه. Exactly. فعشان هيك احنا مش لازم أي شيء هاي الأمور إنه لو شفناها إنه نصدقها أو نمشي فيها. طب انا هعرض عليك شوية صور كده وتقولي لي إيه رأيك في الشخصية الجميلة اللي جاية ديت. بعد إذنك هنشوف. يمكن ما اعرفهمش. انا مش شايفه سي اقرا لي لانه انا مش حاقرا. سي السيد وامينه. سي السيد وامينه، ايه رايك في شخصيه امينه؟ هو بيقول ايه؟ هتجيب لي ايه في الفالنتين يا سي السيد؟ هي بتساله. ايوه. فقال لها هجيب لك جلطه ان شاء الله يا امينه. برضه هذا اسمه تعنيف. هو ده دلع. ده مزح. لا ده مزح، ده حب. اول شيء بس انه الثانيه فين يا استاذ اسامه؟ نتمنى انه تعيد. هنا بقى بيقول لها ايه دي بقى؟ انا مش قلت مفيش خروج يا امينه؟ قالت له ايه بقى؟
كارفور عامل تخفيض اساسي زي كاسكو عندنا كده. اي نو بعرف كارفور. ايه رايك في امينه؟ امينه هي عباره عن نموذج للمراه العربيه الشرق اوسطيه الشرق اوسطيه بشكل عام طبعا. اوكي اللي اللي احنا ربينا وصحينا عليها امياتنا مثل امينه، بس لا نقصد امينه في نكدها مثلا او في نقها وزنها، لا امينه بشكل عام نعرفها هي الست الكبيره اللي بتقوم في الام، يعني الام امنا كلنا اللي بتقوم بواجباتها، اللي بتتعب طوال النهار من غير ما تشتكي، اللي بترضى بقليلها، اللي بترضى بالهديه البسيطه، اللي بتكون أو من غير هدايا حتى ما بتسألش، اللي بتكون حاسب حساب دخول زوجها وخروجه. وانا بتمنى انه كل سيده فينا تكون امينه، مش غلط انه الانسان يحافظ على بيته ويحب بيته ويشتغل لاولاده ويشتغل الوحده تشتغل لزوجها، مش غلط اذا كان كل شيء متبادل. فاتمنى سيدات المجتمع كلهم يكونوا امينه، بس من غير ظلم، امينه بكرامه، امينه من غير ذل واهانه نفسيه وجسديه. شكرا. امينه. امين. فعلا الشخصيه الجميله اللي كتبها اديب نوبل الكبير نجيب محفوظ، شخصيه امينه يعني نحتها كده حيه، عارفه شخصيه لذيذه. والجانب الايجابي فيها اللي حضرتك اتكلمت عليه وحطيتي يعني بصمته كده وستريس عليه، فعلا جانب جميل ونتمنى انه يكون موجود في كل سيده، يعني الجانب الايجابي الحلو اللي فيها. الست اللي حافظت على بيتها سنين طويله وراعت ولادها، علمت ولادها، علمت، وكان عندها صبر وما عندهاش طموحات، وما مش ما عندهاش طموحات، ما عندهاش طلبات، طموحاتها في تشوف اولادها متعلمين وناجحين، وطموحها الاكبر ان بيتها يفضل مستقر. وفعلا البيت اللي كان فيه امينه كان دايما بيفضل ستيبل، ما فيهوش اي مشاكل. وما زال في عندنا بيوت فيها كثير امينه. مش معنى أمينة إس نط إهانة لأي امرأة عربية، باي ذا واي للي بيسمعني، أمينة إس إنه نوع من الاستقرار. لما يكون البيت مستقر بوجود أمينة معناته إحنا في خير. وأنت في أيدي أمينة سيدتي. شكرا. طيب إحنا من خلال حوارنا اتفقنا إن علاج العنف ضد المرأة بيشمل نقطتين، عايزك تقولي لي رأيك فيهم وإزاي نفعل النقطتين دول. قلنا إن العنف ضد المرأة عشان نعالجه لازم يكون في قانون، وقانون مفعل بيحميها. والنقطة الثانية إن لازم يكون في وعي أو في استنارة لها وللمحيطين للمجتمع ككل. النقطتين دول هم اللي هيكونوا أساس عشان نقدر نتصدى للعنف إلى حد ما، لأننا مش هنقدر نقول إن إحنا هنقضي على العنف، لأن دي ظاهرة إنسانية يعني. ايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ ادلنا بذا الوجه. يعني انت بدك ايش، كيف نفعله، كيف تشتغل، كيف نفعله؟ علشان احنا دلوقتي اتكلمنا عن القضية بشكل عام. احنا مش كفاية نتكلم عن القضية، لازم نطرح حلول والناس تختار وتقول. توعية اهم اشي، اهم اشي التوعية والارشاد. كويس، ما احنا اتفقنا ان الاثنين موجودين، التوعية والارشاد، التنوير والقانون. هذا يبدأ من أين؟ يبدأ من المدارس. عظيم. يبدأ من الجامعات والمدارس في أن مناهج التعليم، يعني لازم مناهج التعليم تربي يجب فيهم. أن يكون فيها مادة تعرف الامرأة أو الطالبة طفلة حقها، كيف حماية حقوقها. كويس. من أنه لا تغتصب ولا تضرب ولا هاي أول شغلة. تفعيل القانون هذا شغلة تانية مهمة كتير، تفعيل القانون. في إيجاد مادة لازم أنه داخل القانون في كل مجتمعنا، سواء الغربي أو العربي، بتصور الغربي موجود فيه. كيف حماية المرأة، حماية الطفل من أي وتغريم ومعاقبة المعتدي، سواء من أفراد العائلة أو من الخارج، أيا كان، أيا كان، أي إنسان يعتدي على طرف إنسان تاني. بالضبط، هذا شغلة مهمة كتير. بعدين بتصور أنه لازم يكون في مراقبة على أكثر على وسائل التواصل وعلى التلفزيون في المادة التي تبث، في أنه يكون يعني المادة التي تبث في مشاهدة الأطفال لتعنيف المرأة، تعنيف الطفلة، تعنيف البنت. كويس، هاي هون انه لازم انه يجب لا يشاهد الطفل.
تعنيف للمرأة، لأنه العنف عند الطفل يبقى عنف ويتولد معه ويكبر. اسمحي لي في النقطة ديت، أسف على المقاطعة، لما كنا بنتكلم حضرتك قلتي إن الميديا والإعلام كان بيساهم طبعا في الحكاية ديت، ولما بقول لك هل ده خطأ أو يعني المؤلف أو كاتب السيناريو كان بيعمل ده عن حسن نية أو سوء نية، فأنت قلت لي هو بينقل الواقع، فإحنا مش عايزين بتوع صناع الميديا صناع الدراما ياخدوا الحجة دي إن أنا بنقل الواقع، ويجي إيه بيعرض الصور السلبية ديت اللي بتغذي هذا في عقل الطفل وغيره. بنقل الواقع مش معنى كده ان انا يعني انا بصور شقه بالكامل، مش لازم اجيز شيء بالشقه بالكامل واروح اصور دوره الميه عشان اقول ان انا بوقع بصور الواقع بس، لكن فعلا الاعلام لازم يعرفوا ولازم يكون عندهم وعي وثقافه كامله ويساهموا في علاج الظاهره، مش تاكيد مش هلا تأكيدها. هون دور الاعلام هون دور الاعلام والدراما كمان صناع الدراما. انا لما قلت لك انه بالفعل هو بنقل واقع لما بيعمل المسلسل، اغلب الافلام اللي بتنعمل وبتتسوى وبتشاهدها كانت عباره عن واقع يعني بيعيش فيه المجتمع، في صور يعني في مظاهر عنف كبيره، صور ومشاهد كبيره يعني بس ضرب إنه طب هو منين الكاتب كاتب القصه او منين جابها من الحياه اللي احنا عايشينها؟ بس هون اوكي بس ما صورهولوش كبطل، بيختلف الكاتب عن ناقل الحدث او اللي بده ينقل الصوره. هلا الاعلام دوره مثلا على سبيل المثال انه لما انت بتتفرج على فيلم فيه عنف، اذا هون بتطلع انه مكتوب عليه ريتد بي جي 13 مثلا لازم يكون موجود يحدد العمر اللي يشوفه. في بنشوف افلام فيها عنف احنا كتير هون ضد المراه بس ما بشوفوها اطفال. هي مش كفايه مين اللي بيشوفها، هي الطريقة اللي بيقدمها صاحب العمل المبدع، صاحب العمل اللي بيقدمها هي دي اللي بيجي عليها الفيدباك. يعني واحد بيمارس العنف أنا ممكن أصوره في صورة بطل، ممكن أصوره في شخص جميل، فأنت بتحبه وعايز تقلده زي ما بيعملوا عندنا في الدراما. يعني عندنا صحيح. في الدراما بيجيب صيع ومعهم سنج ومطاوي ومش عارف إيه وبتاع، ويطلعوا إنه هو الولد الفتوة الولد الجدع اللي حامل حتة وهو والأخو دي، وده موجود للأسف في نماذج، في شاب طالع جديد النهارده بيعتبروه السوبر ستار عندهم لمجرد بيعمل شغل الصياعه ده او العربيه. مظبوط، ده غلط. لكن انت ممكن تتعلم، انت بتنقل الواقع، فعلا في حد بيعتدي، فعلا في حد بيستعمل العنف، لكن انا بقول لك ده سيء، ده نموذج سيء، واخد بال حضرتك؟ فانا كمتلقي بشوفه يعني مش باخده كقدوه بقى، لان انا عارف ان ده نموذج سيء، انما لما بتقدمه لي في شكل جميل وبتحليه لي فانا باخده قدوه. في هاي انت وتفر بقى السن اللي انت مش هتقدر إيه؟ انت مش هتقدر تمنع، يعني احنا بنحكي استحاله انك تقدر تمنع فيلم موجود، بس انه مش استحاله انك تفرض كدوله على الاعلام نوعيه الافلام اللي تنزل على القنوات المحليه مثلا. كويس، يعني لما بتكون قاعدة العيلة، إذا في عيلة هلأ بتقعد كلها مع بعض، طبعا أنت بتشوف الكل العيلة قاعدة، هذا نوع من الظلم والاضطهاد كمان، لما الأم قاعدة على تليفون والأب قاعدة على تليفون والولد قاعدة على تليفون، فيش حياة اجتماعية صفت. فكمان بالأول كنا لما نقعد نتفرج على موفي ولا فيلم أو مسلسل، كويس، كانت العيلة كلها تجتمع وتشوف فيلم ويكون معروف نوعية الفيلم اللي حتشوفه الأسرة. كويس، على هاي الفضائيه، على هاي القناه، أيوه. مثلا القناه الرسميه او القناه الحكوميه وات ايفر. فهون دور الاعلام في نقل مثل هاي الافلام والمسلسلات في على في ناس ما عندهاش كمان وسائل تواصل اجتماعي كثيره، الناس البسيطه والناس هذا، فانت بدك تحدد كوسيله اعلاميه تفرض على الوسيله الاعلاميه هاي اللي بتنقل هذا الفيلم شو ينزل، عشان انت اذا بدك تحافظ على المجتمع من العنف ضد المراه وضد العنف حتى ضد الانسان نفسه. كويس، لانه في مسلسلات في العاب عم تنزل هلا، دي ماساه تانية، ماساه تانية هاي بتحرض على القتل والذبح بدون الواحد ما يعرف يعني. بالضبط، فيعني انت بدك انت كدوله كمجتمع بدك انت تكون الرقيب. فانا وياك احنا اعلام ان بنحكي الكلمه، بس يجب ان ياخذ بهذه الكلمه، انه يؤخذ بهذه الكلمه انها تطبق في الدوله نفسها او في البلد نفسها. عظيم جدا،
سعيدنا جدا 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 بلقائك أستاذة فاطمة. ومضى الوقت سريعا. ومضى العمر يا ولدي. أشكرك جدا على هذا اللقاء الممتع وعلى تواجدك معنا وحضورك وأرائك الجميلة. الله يخليك. شكرا. ونتمنى ان الموضوع يسيب اثر عند الناس يسيب بصمه. قصدك يسيب بصمه عند الناس؟ لا ان شاء الله بيسيب بصمه عند الناس. وشكرا كثير على استضافتي بهذه الحلقه، وبنتمنى انه يكون لنا بصمه يعني فاعله لانه الناس تشوفها، ونتمنى انه العنف ضد المراه يعني نحاربه ونقلل منه، وبنتمنى للمراه بشكل عام كل المرأة إنها تكون امرأة قوية وترفض هي نفسها الإهانة النفسية والإهانة الكرامة. الإهانة النفسية لا تقل أبدا عن الإهانة الجسدية، فالمرأة هي اللي تقف لنفسها وتدافع عن كرامتها وعن بيتها، والمرأة القوية هي اللي بتجيب لنا أجيال قوية. وبس يعني مش حقدر أكتب من هيك عشان طول عليكم. شكرا كثير على استضافتي مرة تانية، وإلى اللقاء. احنا سعداء جدا بوجودك حقيقة استاذة فاطمة. اهلا وسهلا. شرف كبير لنا. شكرا كثير. وموضوع شيق الحقيقة. اعزائي المشاهدين، بعد هذا اللقاء حول العنف ضد المرأة ورفضه، بشكركم على الوقت الطيب اللي قضيناه مع بعض. بنتمنى فعلا زي ما قالت استاذة فاطمة وزي ما بنقول دايما في نهاية الحلقة، نتمنى ان نكون قد تركنا بصمة للعقول بلون النور، وأن نكون قد تركنا بسمة للشفاء بطعم الفرح. أشكركم جزيلا، وإلى اللقاء في بصمة جديدة.